وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقعصت، وفي رواية فوقصت، يعني فدقت عنقه، فقال رسول الله: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه، يعني في إحرامه في إزاره وردائه، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يأتي في الموقف قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، في الموقف. رواه البخاري ومسلم.